اللي هو ده بيحب ايه، بيحب النسوان، خلاص نجيب له نسوان. المهم اخويا اتصل بيا يقول لي يا احمد لازم تدور على شغل. قلت له يا عم لا ما اشتغلش وما عملش، ده انا مستورد ورحت وجيت وسافرت ومش عارف ايه. فضل يشد عليا يا احمد اسمع الكلام، ان اللي بيشتغل في البيزنس ده لازم دماغه تكون يعني تكون سهله ويكون لين ويسمع الكلام. حاضر يا عم، ايه المطلوب؟ قال لي تدور على شغل. قلت له لا انا مش هدور على شغل ومش هشتغل. يا احمد اللي انت عملته ده تقدر ترجع له في اي وقت، تقدر تروح والسفر وبتاع. لو جالك اوردر او جالك زبون خلاص روح، ابقى سيب الشغل وارجع للاستيراد والتصدير بتاعك. فانا قلت له لا انا مش هشتغل، وهدور على ازاي على شغل، ده اسيوط ما فيهاش شغل ومش عارف ايه. قال لي بص، في واحد صاحبي شغال في شركه مقاولات وهم طالبين محاسب، روح مش هتخسر حاجه. قلت له محاسب؟ لا، اما انا خريج اداب انا ما فهمش حاجه في المحاسبه ومش شغلانتي وما اعرفش حاجه وداخل ووارد ودين ومدين. قلت له يا عم انا ما فهمش في القصص ده هي ومش هروح، وكمان بتقول لي بكره، يعني انت اكدت ومش عارف ايه. قال لي يا عم بص، انا نصحتك وانت عامل اللي تعمله. قلت له انا ولا رايح، ويا عم شكرا على النصيحه وانا مش هعمل حاجه. قفلت معاه، نمت، صحيت الصبح بدري مش ورايا اي حاجه، قلت اروح اشوف الناس دول ايه، اتلكك باي تلكيكه، وروح سايبهم وماشي. بالمره بقى ايه اقول ان الشغلانه يعني ايه، انا رحت وعملت اللي عليا بس ما فيش نصيب، ناس مرتب مش كويس اي حاجه. رحت وفجأة لقيتهم ناس محترمين جدا وبيصلوا الفرض بفرضه، وانا كنت شويه اصلي واقطع، فعجبني الموضوع. اشتغلت معاهم 4 شهور. كنت اصحى الصبح اروح الشغل، وبعد ما اخلص الشغل اروح ادور بقى ايه، ابيع الكروت الميموري ده، هي ابيع لي 5 كروت، 10 كروت، 20 كارت. وصلة النت برضو كانت بتساعد هنا من هنا، وكنت ايه بحاول اسد ديوني على قد ما اقدر. سعر كروت الميموري نزل، وانا كنت كل شوية ادي تنازلات، فما كنتش عارف اعمل ايه، لحد ما ايه قلت بدل ما انا اخسر كتير قوي عمال اخسر، قلت اديهم لواحد مره واحده واكد عليه السعر ويديني الفلوس تاتاتات. وبعناهم وخلصوا، كانت خساره بس اتباعوا. يعني فتره ما بعد الصين دي اتعلمت منها كتير جدا. اتعلمت منها اول حاجه، ان مش معنى ان البضاعه كويسه انها تناسب السوق. يعني ممكن تكون البضاعه كويسه جدا بس مش متطلبات السوق، فمش هتتباع. برضو اتعلمت ان خسارة قريبة احسن من مكسب بعيد. مش معنى ان البضاعة كانت مش متوافقة مع السوق اني اتمسك بيها. كنت بعتها وخسرت اي حاجة ومسكت فلوس بعدين اجيب متطلبات السوق، فانا بقى فهمت. بس انا برضو كنت منشف دماغي شوية، فده اللي سبب لي الخسارة. يعني انا كنت خسرت خسارة قريبة، بعت الكروت مرة واحدة احسن ما انا السعر نزل وبقيت ابيعهم واحده واحده واخد فلوس وبتاع. الموضوع مط والخساره زادت بسبب عندي، يعني ما كانش اكتر من كده. برضو اتعلمت ان الغايه لا تبرر الوسيله. لما اشتريت علبه السجاير وبقيت اتحي الناس عشان افتح معاهم كلام، كنت شايف ان ده صح، لكن الناس ما اشتروش. فما بالك بقى لو الناس اشتروا والموضوع تطور، فده مش بيشرب سجاير، ده بيشرب خمره، ده مش عارف عايز ايه. فلو كان البيزنس فتح معايا بالطريقة دي كنت وصلت لطرق ملتوية، فكانت الدنيا هتمشي كده. فالحمد لله ان مجرد علبة السجاير لما تحيت بيها الناس، انا الحمد لله انا ما بعتش. يعني اتعلمت برضو اني اكون مرن واسمع للاخر. مش معنى ان انا شايف نفسي صح ان الطرف التاني غلط، ما ممكن برضو هو يكون صح بس ليه وجهة نظر مختلفة، احنا الاتنين صح. اتعلمت برضو ايه، اتساهل في الامور، اسمع اكتر. انت بتكلمني انا مش سامعك، ممكن يكون في خير عندك بس انا مش هطوله لان انا قافل وداني مش سامع حاجه. فلما تسمع تستفاد اكتر.